شاعر ووزير آخر هو صديق الدكتور علي الشلاح. ولد في بابل، بابل التي زرتها يوم كان عمره 15 عاما، واحسب. شاعر سويسري عراقي يقيم في بابل، بين بابل وبغداد وزيورخ، نائب ووزير إعلام سابق في العراق، حاصل على دكتوراه الدولة من كلية الفلسفة والتاريخ جامعة بيرن السويسرية، رئيس مهرجان بابل للثقافات العالمية في العراق، رئيس مهرجان المتنبي العالمي في سويسرا. مرحبا بصديقنا الشاعر الكبير الجميل. مساء الرباط، أجمل المساءات، أجمل السيدات، أجمل الشعراء، أجمل الشاعرات، مساءكم سعيد. شكرا على كرم الضيافة، على الدعوة الكريمة، شكرا لبيت الشعر، شكرا للصالون العربي الألماني، وشكرا لقدومكم. الاختيار في القراءة عندما تكون بطعم مختلف متعبة، علي أن أقرأ نصا بالألمانية في البداية ترجمه صديقي أستاذ فؤاد العواد، وسأؤثره على نفسي ولن أقرأ من ترجمتي، لكن اسمحوا لي فيما بعد أن أقرأ نصا بالعربية فقط حتى أعطي حضراتكم صورة مختلفة عن النصوص القديمة. النص من ديواني لا باب للبيت. لا باب للبيت، كل سور سجن ولو كان سور الجنة، كل جنة سجن آخر وإن كانت فسيحة الحدائق والأنهار، كل علاقة قيد إلا علاقة الانعتاق، لا معنى للحرية بتعدد الجدران ولا جدران تحجز معنى الحرية المتعدد، كل نافذة جدار مكسور وكل جدار نافذة ملغاة، كل باب ارتباك بين سجنين يشي أحدهما بالآخر وإن كان من الجنس نفسه. البيت ضريح بباب، الباب لحظة سجن وإن كانت لحظة حرية، الضريح بيت بلا باب، والباب غاية السجن وغاية الحرية. الموت تكسر المعاني وتلاشي السجن بحرية سوداء، الموت توقف المفاهيم عن دلالاتها، والدلالات عن إشاراتها، والإشارات عن رموزها، والرموز عن حضورها. الموت توقف، الموت خوف راكد، والخوف موت حائر، الموت أمل متلاش، والتلاشي موت آخر. في باب الموت لا تجد بابا، في باب الموت لا تجد بيتا، في باب الموت كل ما تشاء. Das Haus hat keine Tür. Jeder Mauer ist ein Gefängnis, auch wenn sie die Mauer des Paradieses ist. Jedes Paradieses ist ein anderes Gefängnis, auch wenn es weitläufige Gärten und Flüsse hat. Eine ethnische Liebesbeziehung zum Paradies handelt. Jede Beziehung ist eins mag, nur die der Freiheit nicht.
Die Freiheit hat keine Bedeutung innerhalb der israelischen Mauern. Die Mauern kennen die vielfachen Bedeutungen der Freiheit nicht einschränken. Jedes Fenster ist eine gebrochene Mauer. Jede Mauer ist ein zugemauertes Fenster. Jedes Fenster ist eine Verführung zwischen zwei Gefängnissen. Danke. Ich schließe. التعويذة من قصائدي القديمة، لكن كتبتها عام 92 عندما أعلنت خطوط الطول والعرض، عندما قيل أن الطيران العراقي لا يحق له أن يمضي بعد الخط 32. قبل عامين تعويذة، قبل عامين لما احترفت الرحيل تركت على دفتر أخضر صورتي، ثم أمسكت فيها ملامح وجهي، وكنت الوحيد الذي يتمنى إعادته في ثنايا الحدود، وأبقيت حالي على حالي، لم تغير به غربتي من مذاقي، وأدمنت توقيت بغداد في ساعتي، ثم أوثقته بوثاقي، ورحت أصرف كل الزمان بوقت عراقي. وطن لا ينام به النخل إذ تنتشي بالنعاس العيون، وطن ليس يدري سوانا هواه إذا غلف العشق صوت الجنون، وطن لا نبوح بأوجاعه لكننا نشتهيها، ونمشي على صوته إذ ينادي، ولا نسأل الأذن من يطلبون وطن كلنا، والجنان منافي ونشتاقه حتى أننا نحب اللصوص به والسكارى وحر الزنازين في صيفه، والبغايا ومن أيدوا ثم من عارضوا، والمخبرين ومن أخبروا، والسجون. وطن لا يقسم مثل الخرائط، لكنه نحن، كل عراقي عراق، فكم وطنا يقسمون. وطن نحن سيماه، وله طبع أكراده عاشقا، حلم سنته غاضبا، حزن شيعته عندما يحزنون. وطن نحن. دعك. شكرا. شكرا لشاعر بابل مهدي الحضارات.